يقول الكتاب إنه أشبع الآلاف من 5 أرغفة شعير وسمكتين. طبعاً هذه المعجزة حدثت على بحيرة طبرية أو عند بحيرة طبرية، وخلي بالك إنه كان الشعب اليهودي تحت الاحتلال الروماني، فكونهن إن يشوفوا هذا النوع من المعجزات فظنوا إنه كل شيء ما يريدوه في المسيح، أرادوا مسيح الذي يطيح بالإمبراطورية الرومانية، أي مسيح سياسي. ففي إنجيل يوحنا أنا عاوز ألفت انتباهنا لشيئين مهمين. الشيء الأول إنه في كل معجزة يوحنا بسميها آية، يعني بعد الآية فيها بعد روحي، عمق روحي وتفسير روحي، وعادة بيحدث جدل بعد معجزة خارقة أو معجزة عظيمة.